فقرة أخرى في هذه الرسالة تقول: توفيت والدتي رحمها الله تعالى وما زالت لها عندي بعض الصور لذكرى، ويقول البعض إن والدتي تعذب بهذه الصور، فما الذي يجب علي تجاهها؟ لا يجوز إبقاء هذه الصور، لأن الاحتفاظ بالصور محرم، لأن الصور محرمة في حد ذاتها، واقتناؤها وإبقاؤها محرم إلا ما دعت الضرورة إلى إبقائه، كالصور التي في حفيظة النفوس أو البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو رخصة القيادة، فهذه تتخذ من أجل الضرورة. أما ما عداها من الصور التي تتخذ للذكريات أو للزينة، تعلق على الجدران أو يحتفظ بها في صناديق أو غير ذلك، فإنها محرمة وتمنع من دخول الملائكة، قوله لدخول الملائكة في البيت، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ويجب طمس هذه الصور وإتلافها. وكذلك الصور الممتهنة التي تداس أو يجلس عليها، هذه لا أثر لوجودها لأنها ممتهنة. نعم.